شمس عامل عافية عامل عامل كان في وسط الطريق بين قريتين تل يعرقل دوابهم التي تنقل بضاعتهم. موقعنا نحن في الجانب الأيمن قرب قلعة باشطابية التاريخية وعلى ضفاف نهر دجل الخير وقريبة من دورة المستشفى الجمهوري. احنا انتهت العطلة، عطلة الربيعية نسميها، عطلة نصف السنة للعام الدراسي 2023-2024، وان شاء الله بلشنا من قبل اسبوع ان شاء الله بالدخول الى الصفوف والتعليم والتدريس. فاحنا عندنا برنامج عمل متكامل وضعناه ان شاء الله قبل امتحانات نصف السنة، وان شاء الله الان ننفذ جزء منه، وان شاء الله نكون قد حسن ظن أولياء أمور الطلاب وإدارينا ومسؤولينا وأبناء هذه المدينة التي اعتبرها مدينة الأنبياء، مدينة الرسل، مدينة كل الناس الخيرين. حقيقة الأمر يعني نحن معهدنا بالدرجة الأولى بحاجة ماسة إلى تعيين معلمين. احنا العدد الكبير من المعلمين انحالوا على التقاعد، وحاليا عندنا نقص كبير في المعلمين. عندنا أكثر من 15 درجة وظيفية انحالت إلى التقاعد وما صار تعويض لهذه الدرجات، وبالتالي أصبحت يعني المعهد بأمس الحاجة إلى تعيين جديد، تعيين دماء جديدة تأخذ دورنا، ونحن أيضا راح ننحال التقاعد. فالمعهد بأمس الحاجة إلى كادر من المعلمين. كذلك أرجو من الأخوة في تربية نينوى التعاون مع هذا المعهد أسوة بمعاهد بغداد والمحافظات الأخرى. يعني لحد الآن نحن صرنا أكثر من 5 أشهر كتبنا كتاب بتزويدنا بالقرطاسية والمناهج الدراسية، وخاصة أنا عندي صف سادس وزاري، لحد الآن لم يسعفوني بأي كتاب منهجي لغرض هذا الطفل حتى يدرس منهج الصف السادس، وخاصة يعني الصف السادس وزاري، وهي أول سنة تجربة عندنا لمعهدنا معهد الأمل للصم والبكم في تجربة الامتحان الوزاري. فأرجو من التربية تزويدنا بالمناهج والقرطاسية كما كانت من قبل، كانت تزود المعهد بكافة ما يحتاجه من قرطاسية ومناهج. يعني ما أخفيك سر، يعني المحافظة ما مقصرة في هذا الموضوع، ومتابعة من الست ميثاق طالب والأستاذ مثنى النعيمي، حقيقة مستمرين على طلباتنا واحتياجاتنا، ولكن احتياجاتنا كثيرة، لأنه احنا بعد التحرير حقيقة كان عندنا كثير من الأمور بحاجة لها، والآن بدأنا تأتينا بعض الأمور، ولكن أيضا من الأخوة الخيرين المتبرعين أبوابنا مفتوحة إن شاء الله لهم، ويجون يشوفون احتياجاتنا، يعني يشعرون هذا الطفل انه هو يعني يحسسوه انه هذول اخوته وهذول ابائهم وهذول، يعني لانه ذو الاحتياجات الخاصه، حاله نفسيه لما انت تهتم به راح يكون التركيز عليه، راح يكون هذا الطفل حقيقه راح يكون مبتهج فرحان، بالعكس راح يندمج بالمجتمع، راح يكون مع المجتمع، راح يقدم، راح يعني اكيد راح يتطور نحو الأحسن.